فريم عليها فريمات عليها لودز سواء كانت لاترال لودز او فيرتيكال لودز يعني سواء كانت ديستريكتيف لود وكونسنتريتد لود وده اخر حاجه وقفنا عندها. هنخش على الحاجه دي النهارده ان شاء الله حاجه اسمها انترنال هنجز او انترنال رولرز. انترنال هنجز او انترنال رولرز تمام؟ وهنخش على حاجه برضه اسمها لينك ممبر. قبل ما نعمل او نطبق او نحل او نعمل اي حاجه هنعرف يعني ايه انترنال هنجز ونعرف يعني ايه لينك ممبر وبعد كده نطبق تمام؟ ركزوا معايا بقى في الحاجات اللي انا هقولها عشان مهمه جدا دلوقتي وبعدين تمام؟ بصوا يا جماعه احنا كلنا عارفين ان معنى كلمه ستراكشر هو عباره عن ممبرز مع بعضها صح؟ ترتبط مع بعضها كونكشنز معينه صح؟ الكونكشنز دي ليها تايبس ليها ايه؟ تايبس انواع يعني انا لما اجي اربط كاميرا مع كاميرا ثانيه او كاميرا مع عمود بيبقى في كونكشن ما بينهم سواء كان المنشأ ده رينفورس كونكريت ستراكشر او ستيل ستراكشر تمام؟ الكونكشن دي ليها تايب معين ليها ايه؟ تايب معين او نوع معين او تفصيله معينه بعملها لغرض معين يعني بعمل انا الكونكشن انا ايه اللي خلاني اختار نوع الكونكشن دي بالذات ما بين الكاميرا والعمود؟ ليه؟ اكيد في غرض انا عاوز احققه في الاستراكشر صح ولا لا؟ فاحنا دلوقتي هنتعرض لمنشآت فيها حاجه اسمها انترنال هنجز انترنال هنجز او انترميديت هنجز انترنال هي انترميديت صح؟ يقصد بيها هنج مش ده مش طرفيه زي ما احنا بنقول مثلا ده سبورت مش ده سبورت طرفه صح؟ لا انا بتكلم على انترنال هنجز او انترميديت هنجز تمام؟ فاحنا بنقول لك احنا بنيجي نعمل ديزاين للمنشآت عامه احنا بنضطر ان احنا نعمل كونكشن ما بين العناصر صح؟ غصب عننا كاميرا مع كاميرا، كاميرا مع عمود صح ولا لا؟ بلاطه مع كاميرا ايا يكن احنا بنضطر ان احنا نعمل ايه؟ كونكشن عشان نكون الاستراكشر ده. الكونكشنز دي عامه الكونكشنز ما بين اي عنصرين ليه احتمالين يا اما تكون حاجه اسمها مومنت كونكشن يا اما حاجه اسمها شير كونكشن. يا اما حاجه اسمها مومنت كونكشن يا اما حاجه اسمها شير كونكشن. من اسمها كده يقول لك يو ديزاين ذا ستراكشرز وي نيد تو ايه؟ جوين ممبرز غصب عننا مضطر ان احنا نعمل ايه؟ كونكشنز. قال لك ذا كونكشن بتوين ممبرز از كولد سبلايس. سبلايس دي ما تسمعوها بعد كده دي وصله معنى كلمه سبلايس وصله. سبلايس دي هتسمعوها بعد كده يقول لك احنا بنعمل سبلايس ما بين العناصر. سبلايس دي معنى كلمه وصله سواء برضه في الريفورس كونكريت ستراكشر بتعمل وصلات ما بين الحديد او الستيل ستراكشر بتعمل وصلات بكونكشنز معينه تمام؟ قال لك زي سبلايسنج الوصله ديت ميبي ممكن تكون يا اما مومنت كونكشن يا اما شير كونكشن. يعني ايه مومنت كونكشن ويعني ايه شير كونكشن؟ المومنت كونكشن من اسمها كده وصله بتتحمل عزوم صح؟ وصله بتتحمل عزوم. طب الشير كونكشن؟ لا وصله ما فيهاش عزوم ما بتتحملش عزوم بتسمح بالدوران بتسبورت ايه؟ شير بس بتسبورت ايه؟ فيرتيكال لود او هورزنتال لود بس ما بتسبورتش ايه؟ او ما بتستحملش ايه؟ بين المومنت ما بتستحملش عزوم انحناء. ماشي؟ لحد دلوقتي ماشي؟ طيب احنا بقى كل اللي خسرنا دلوقتي حاجه اسمها الشير كونكشن. حاجه اسمها ايه؟ الشير كونكشن. الشير كونكشن دي هي اللي ميبي انترنال هنجز او انترميديت هنجز هي هي او انترنال رولر او انترميديت رولر تمام؟ عشان تبقوا فاهمين بس الحكايه جت منين اساسا. احنا في الاستراكشر عامه بنضطر ان احنا نعمل كونكشنز. الكونكشنز دي لها نوعين يا اما مومنت كونكشن يا اما شير كونكشن. الشير كونكشن هي اللي احنا بنقول عليها ايه؟ انترميديت هنجز او انترميديت ايه؟ رولرز تمام؟ كلكم فاهمين لحد دلوقتي؟ طيب برضو احنا مش هيهمنا قوي او ما مش هيك. انا مش جاي اعلمك ايه الدايره دي؟ ايه السيركل الصغير ده اقول لك ده انترميديت هنجز وتوفر كذا وحل كذا؟ لا انا مهمتي ان انا اعرفك في الاستراكشرز ايه؟ او بتتنفس ازاي؟ اللي يهمنا الريفورس كونكريت ستراكشر والستيل ستراكشر صح؟ في الريفورس كونكريت ستراكشرز الانترميديت هنجز هنشوفها بالشكل ده كده بالظبط. لو لاحظتوا كلكم في كاميرات الكباري اي كوبري انت ماشي عليها هتلاقي الشكل الوسط دي بالظبط. هتلاقي جزء كده مفصول عن جزء بالشكل ده وهتلاقي منهم بليتس حاجه اسمها نيوكرين بليتس. هتلاقي منهم بليتس معدنيه كده او من ماده معينه اسمها نيوكرين بليتس. لو حد فيكم مشي على اي كوبري هيلاقي الوصله دي. حد فيكم شافها قبل كده؟ كاميرا اي كوبري هيلاقي الشكل ده بالظبط. الشكل ده بالظبط هو اللي احنا بنعمل له اناليسيس بالانترميديت ايه؟ هنجز. يا
يعني انتم هتشوف الشكل ده في المساله. احنا اللي بنعمله حاجه اسمها موديلنج او ريبريزنتيشن، يعني بنمثل الاستراكشر الموجود في الحقيقه. دي مهمتنا في الاستراكشر اناليسيس، في الحقيقه هو موجود ازاي او هيتنفذ ازاي بالشكل ده كده. تلاقي جزء شايل جزء وبينهم استراكشر صغير او بليتس اسمها نيوكلي بليتس. لو كلكم شفتوا الجزء ده في اي كاميرا، في اي كاميرا او اي منشأ عامه، ده اللي هو انترميديت هينجز. كم انترميديت رولرز هتشوفوا نفس الشكل بس هتلاقوا سلندر كده، هتلاقوا اسطوانه. لو حد فيكم برضه شاف الكاميرات الكباري بالذات هي اسطوانات كده، سواء كانت معدنيه او خرسانيه، تلاقي لها اسطوانه، اسطوانه حديد كده وفوقها بليتس وتحتها بليتس، صح؟ هيلاقوا اسطوانات حديد وفوقها بليتس وتحتها بليتس. هي دي اللي بنسميها ايه؟ انترميديت رولرز. بنسميها ايه؟ انترميديت رولرز، تمام؟ يعني برضه عشان تبقوا عارفين اللي احنا بنمثله ده ايه؟ اللي بنمثله ده ستراكشرز الحقيقه، منشآت او جزء من ستراكشر. الشكل ده هتشوفوه هو الانترميديت هنجز، والشكل ده هتشوفوه هو الانترميديت رولرز. الكونكشن اسمها ايه؟ اسمها شير كونكشنز. اسمها ايه؟ شير كونكشنز. من اسمها دونت سستين بوند، ما بتتحملش ايه؟ عزول، تمام؟ لحد دلوقتي تمام؟ عرفت يعني ايه انترميديت هنجز؟ او انترميديت رولر؟ او ايه كونكشنز عامه ما بين العناصر؟ طيب تعريف بقى الانترنال هينج او الانترميديت هينج، يقول لك it is a shear connection between parts of structure. هي ايه؟ شير كونكشن ما بين العناصر المنشئيه. شير كونكشن. طيب من التعريفات اللي احنا قلناها، قال لك الانترميديت هينجز دي بتعمل ايه؟ بيرميت روتيشن، تسمح بالدوران، لانها في الاول وفي الاخر هي ايه؟ هي هينج. في الاول وفي الاخر هي ايه؟ هينج، يعني مفصله، مفصله بتسمح بالدوران. زي الهينج دي صح؟ ما عندهاش عزول، انتوا بتحطوا عندها عزول؟ بتحطوا عندها رياكشن مومنت؟ لا، يبقى هي اولا بتسمح بالدوران، سواء كانت انترميديت هينج او انترميديت رولر، لانها في الاول وفي الاخر هي شيب كونكشن، تمام؟ يبقى بتعمل ايه؟ بيرميت روتيشن. بتعمل ايه بقى تاني؟ الانترميديت هينج بروفايد فيرتيكال اند هوريزونتال رياكشنز. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ما هي اللي مجرد واسطه ما بين عنصرين بتنقل اللود الراسي واللود الافقي من جزء لجزء. بتنقل اللود الراسي واللود الافقي من جزء لجزء. يعني ايه؟ يعني الجزء ده شايل الجزء ده، صح؟ اكيد الجزء ده عليه احمال، هيبقى فيه رياكشن، يبقى الرياكشن بتاعه ده يتنقل الجزء الايه؟ اللي شايل، صح ولا لا؟ يعني تخيلوا كده، جزء شايل جزء، الجزء ده عليه احمال، اما اجي احل الجزء ده لوحده هيبقى ليه رياكشنز، يبقى لازم انقل الرياكشنز بتاعته على الجزء اللي شايله، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هو عباره عن جزء عامل سبورتنج للجزء. طب سبورتنج في انهي قوه بالظبط؟ قال لك في الهوريزونتال والفيرتيكال فورسز اونلي. ليه؟ لان الوصله دي بتعمل ايه؟ بيرميت روتيشن، يعني بتسمح ما بتنقلش عزول، تسمح بالدوران. يعني ايه؟ يعني تخلي الجزء ده يدور لوحده والجزء ده يدور لوحده. عشان كده احنا بنقول هي بتزود الايكويشن. ايه الايكويشن بقى؟ اللي هي سبمشن مفهوم ليفت او رايت. النقطه دي بتساوي ايه؟ فهمت؟ سبمشن ليفت او رايت جايه منين؟ جايه منها اولا ما بتحملش عزول، وبالتالي بتسمح بالدوران، وبالتالي بتخلي الجزء ده يدور لوحده والجزء ده يدور لوحده. عشان كده بقول لك يا اما سبمشن مفهوم ليفت او رايت بتساوي ايه؟ زيرو. فهمت الايكويشن او اديتني الايكويشن دي منين؟ طيب الانترميديت هينج بتنقل الفيرتيكال والهوريزونتال لود اونلي، ما بتنقلش ايه؟ عزول. لو بتنقل عزول يبقى اسمها ايه؟ مومنت كونكشن. اربطوا بس الكلام انا بقوله اسمها ايه؟ ولكن الانترميديت هينج والانترميديت رولر اسمها ايه؟ شيب كونكشن. لحد دلوقتي تمام؟ طيب قال لك بروفايد وان اديشنال كونديشن او ايكويشن. ايه هي؟ قال لك سبمشن العزول حوالين النقطه ايه دي ليه عندها الانترميديت هينج سواء ليفت او رايت بيساوي زيرو. ليه؟ لان هي بتسمح بالدوران، ما بتنقلش عزول، وبالتالي بتخلي الجزء ده يدور لوحده والجزء ده بيدور لوحده. تمام؟ تمام يا باشمهندسين؟ طيب لو كانت هي انترميديت رولر، هي النقطه دي كده انترميديت رولر، قلنا في الحقيقه هتشوفها ازاي؟ عباره عن جزء شايل الجزء، ولكن في ستراكشر ما بينهم عباره عن سلندر كده مع بليتس. قال لك هي الانترميديت رولر دي زي الانترميديت هينج، اولا هي شيل كونكشن، وبالتالي بتعمل ايه؟ بيرميت روتيشن، ما بتحملش عزول وما بتنقلش عزول، هي بتسمح بالدوران، بتخلي الجزء ده يدور لوحده والجزء ده يدور لوحده. تاثير الاحمال يحصل له روتيشن. يدور يعني مش لفه يا جماعه كده، لا يدور يعني يحصل له حاجه اسمها ديفليكشن بسيط كده، مش تحت تاثير الاحمال. القمره دي بيحصل لها بندنج، يعني تخيلوا كده قمر صح، وانا اثرت عليها الاحمال بيحصل لها ايه؟ ديفليكشن، بيحصل لها شكل كده تشوه،
الديفليكشن ده بنسميه روتيشن. الديفليكشن ده بنسميه ايه؟ روتيشن. ليه؟ لان شكل القمر بعد تاثير الاحمال وشكل القمر قبل تاثير الاحمال بينهم زاويه سيتا مثلا، صح؟ السيتا دي بنسميها روتيشن، هو ده روتيشن كان مقصود مش دوران، تمام؟ طيب ما احنا قلنا الانترميديت رولر برضه بتسمح بالدوران ما بتحملش الزوم، يعني تخلي الجزء ده يحصل له روتيشن لوحده والجزء ده يحصل له روتيشن لوحده، وبالتالي بتوفر نفس المعادله اللي بتوفرها الانترميديت هينج اللي هي سمشن ازوم ليفت او رايت بتساوي زيرو. ولكن فيها حاجه كمان بقى، ايه؟ الرولر دي اساسا مش هي بتعمل بيرميشن للهوريزونتال ترانزيشن، صح؟ يعني هي بتلميت هوريزونتال ترانزيشن، يعني ايه؟ يعني تخلي جزء سبورتنج على جزء وبينهم سكوار، شايفين الشكل رسمه على البورد ونفس الشكل ده بالظبط كده، جزء سبورتنج على جزء وبينهم سكوار. اولا تخلي كل جزء يدور لوحده لانها ايه؟ شيل كونكشن، وبالتالي بتلميت روتيشن. ثانيا في حاجه سلندر ما بينهم، صح؟ او رولر سبورت ما بينهم، يعني ايه؟ يعني تخلي الجزء ده يتحرك في اكس لوحده والجزء ده يتحرك في اكس ايه؟ لوحده، لان الرولر سبورت هي بتعمل ايه؟ بيرميت هوريزونتال ايه؟ ترانزليشن. وبالتالي بتوفر معادله كمان، ايه هي؟ ان سمشن اف اكس رايت او سمشن اف اكس ليفت بيساوي ايه؟ زيرو، تمام؟ تمام يا باشمهندسين؟ يعني اللي يفرق الانترميديت رولر عن الانترميديت انج ايه؟ انها بتوفر تو ايكويشنز، تو اديشنال ايكويشنز. اول ايكويشن انها اولا شيل كونكشن وبالتالي بتسمح بالعزوم، يعني سمشن عزوم ليفت او رايت النقطه دي بيساوي زيرو. تاني ايكويشن انها بتسمح بالحركه الافقيه وبالتالي بتوفر معادله كمان هي سمشن اف اكس ليفت او رايت بيساوي ايه؟ زيرو. فهمتوا الايكويشنز دي جايه اساسا؟ من ايه؟ من الاستراكشر نفسه، من الاستراكشر نفسه. وكلكم هتشوفوا الوصلات دي في الحقيقه. بصوا كده وانتم ماشيين على اي كوبري وانتم رايحين النهارده هتلاقوا الوصله دي بالظبط، وفي بليتس والوصله دي وفي بليتس وبينها سلندر كده. اسطوانات معدنيه، تمام؟ ده في الريفورس كونكريت ستراكشر في المنشآت الخرسانيه المسلحه. طب في المنشآت المعدنيه هتلاقوا حاجه كونكشن ما بين العناصر كده اسمها سبلايس، اسمها ايه؟ سبلايس اللي احنا قلنا عليها الوصله. هتلاقوا الشكل ده بالظبط كده. اما تلاقوا ان البليتس موجوده في الويب بتاع العنصر ده اي سكشن. في الويب بتاع العنصر ده اسمها شير كونكشن. لو لقيتوا بليتس عند الفرنشات برضه ده اسمها مومنت كونكشن، ده ما يهمناش المومنت، يهمنا ايه؟ شير كونكشن. الانترميديت هنج هي عباره عن وصله بنجيب بليت معدنيه ونربط مسامير هنا ومسامير هنا، وصلت جزئين ببعض. عن طريق ايه؟ عن طريق مسامير فتحه تعمل المسمار، المسمار بيدخلهم ونربط المسمار، في مشكله؟ لا. ده الانترميديت هنج. طب الانترميديت رولر بيجي على الفتحه بتاعت المسمار وبيعملها سلوتد، يعني ايه بسلوتد؟ يعني بيوسعها شويه. ليه؟ عشان يخلي المسمار يتحرك ايه؟ افقيا. عشان يخلي المسمار يتحرك ايه؟ افقيا. عارفين يعني ايه سلوتد؟ يعني ان الفتحه بتاعت المسمار هي العاديه، صح؟ لو انا جيت ربطت المسمار في جزء وجزء بليت معدني ربطتهم ببعض خلاص سبتهم ببعض هيدور حوالين المسمار، يعني بيسمح بروتيشن، ولكن هي يعني ايه؟ بتسبورت فيتيكال وهوريزونتال، يعني هي دلوقتي ايه؟ انترميديت هينج. طب انا عاوز اعملها انترميديت رولر، باجي على الفتحه بتاعت المسمار دي وبعملها كده. بعملها سلوبل، حاجه بنسميها سلوبل، فبتخلي المسمار يتحرك حركه افقيه داخل ايه؟ الفتحه، فاصبحت ايه؟ انترميديت رولر. اصبحت ايه؟ انترميديت رولر. في مشكله؟ فهمتوا شكل الكونكشن في الواقع في الريفورس كونكريت ستراكشر والستيل ستراكشرز؟ اما تلاقي الفتحه كده اسمها دي بنت او هنج، بنت او هنج يعني مفصله. اوردينري كونكشن كده هي شيب كونكشن هي انترميديت رينج. لو لقيت كونكشن والفتحه واسعه شويه كده اسمها سلوتد، سلوتد بتخلي المسمار يتحرك حركه افقيه بجانب انها بتسمح بالدوران، فبنسميها انترميديت ايه؟ رولر. ده في الستيل ستراكشر في المنشآت المعدنيه، وده في الريفورس كونكريت ستراكشر في المنشآت الخرسانيه. فهمت شكل الكونكشن بس في الواقع؟ انا ده اللي يهمني، انا ما يهمنيش المسائل اللي بتطبقوا عليها وانتوا عارفينها وحافظينها. تمام؟ فهمت يعني ايه انترميديت رينج؟ هي شيل كونكشن ما بين العناصر. ايه اللي بتعمله في المنشا؟ بتخلي الجزئين يحصلهم روتيشن لبعض، ده الانترميديت رينج، وبتنقل القوه الافقيه والراسيه. ولكن الانترميديت رولر بتخلي الجزئين يحصلهم روتيشن وبتنقل القوه الراسيه فقط، لانها بتسمح بايه؟ بالحركه الافقيه. بتسمح بايه؟ الحركه الافقيه. الحركه الافقيه، يعني اذا كانت الانترميديت رينج بتنقل القوه الراسيه والافقيه فقط، يبقى الانترميديت رولر بتنقل ايه؟ قوه راسيه بس، ليه؟ لانها بتسمح بالحركه الافقيه. الانترميديت هنج بتوفر معادله واحده بس زياده اللي هي بتخلي الجزء ده يدور لوحده والجزء ده يدور لوحده، واللي احنا بنترجمها في الاناليسيس بتاعنا سمشن عزوم ليفت او رايت بتساوي زيرو.
او الانترميديت رولر بتعمل نفس اللي بتعمله الانترميديت هينج اللي هو سولوشن هتكون ليفت رايت بيساوي زيرو. وكمان حاجه كمان انها بتسمح بالحركه الافقيه انها بتخلي سولوشن اف اكس ليفت او رايت بيساوي ايه؟ زيرو. حد عنده مشكله يعني انترميديت هينج؟ حد عنده مشكله يعني انترميديت هينج؟ يعني ايه تخيلوا يا جماعه اي سكشن مع اي سكشن، اي سكشن مع اي سكشن، وانا عاوز اعمل وسط بينهم، ده الممبر وده الممبر، باجي اعمل وسط زي بجيب بليك معدني من هنا وبليك معدني من هنا، حوالين الويب، وبربط مسامير، بخرم في الويب وبخرم في البليتس وبربط مسامير. لو كانت الفتحه اوردينري تبقى هينج، انترميديت هينج. لو كانت الفتحه سلوت كده واسعه شويه تبقى انترميديت رولر، بتخلي المسمار يتحرك حركه افقيه. ده لو كانت البليتس في الويب بس، طب البليتس في الويب وفي الفلانشات تبقى مومنت كونكشن، مش شيل بقى خالص. تمام؟ احنا قلنا من الاول يا اما الوصل يا اما تكون مومنت يا اما ايه؟ شيل. حد عنده مشكله؟ فهمت يعني ايه انترميديت هينج؟ بالنسبه للجغرافيه عشان ده طريق تنفيذ، انا اسهل لي ان انا اعمل القمر كده، مش هقدر اعمل كل القمر كده. صح؟ وبعدين الروتيشن ده مهما عملت هو هيحصل برضه، يعني انت مش هتمنعه هو هيحصل، ولكن احنا المفروض بنخليه يحصل في حدود المسموح ليه. ان شاء الله تعرف يعني ايه سبيل تيلو التعديل، يعني ايه اقصى ريفليكشن مسموح ليه او اقصى لما ريسبنت مسموح ليه. تمام؟ تمام؟ فهمت يعني ايه انترميديت هينج الاول؟ حد عنده مشكله؟ طيب يبقى الانترميديت هينج هي شير كونكشن فقط. يعني ايه شير؟ يعني ما بتحملش عزوم، تسمح بالدوران، لان هي في الاول وفي الاخر هي اللي بتفسرها. تمام لحد دلوقتي؟ طيب لو جه لك احسب لي انترنال فورسز عند الانترميديت هينج او الانترميديت رولر، هي القوه اللي بتنقلها، يعني عند الانترميديت هينج هي الفيرتيكال هوريزونتال رياكشن، وعند الانترميديت رولر هي الفيرتيكال رياكشن بس. دي معنى كلمه انترنال فورسز عند الانترميديت هينج او الانترميديت رولر. يعني ايه؟ يعني الرياكشنز اللي هي بتنقلها سواء كانت هنا في حاله اللي هي انترميديت هينج الفيرتيكال هوريزونتال او في انترميديت رولر اللي هو الايه؟ الفيرتيكال بس. فهمت يعني ايه انترنال فورس عند الانترميديت هينجز؟ تمام؟ وقلنا الرموز ديت هي استراكشر في الحقيقه، سواء كانت بليتس بالشكل ده او اسطوانه او سلندر وبليتس، او في الستيل استراكشرز هي عباره عن بليت مع مسامير وشكل الفتحه بتاع المسمار ايه؟ تختلف. اللي احنا بنعمله ده اناليسيس، يعني بنمثل المنشا اللي موجود في الحقيقه بايه؟ بحاجات احنا متفقين عليها. عشان كده بنعمل اناليسيس، بنعمل ريبريزنتيشن، بنعمل موديلنج. تمام؟ تمام؟ حد عنده مشكله؟ طيب. ده يودينا بقى حاجة تانية بقى خالص. بنقول عليها ايه؟ بنقول introduction of intermediate hinges او intermediate rulers make the structures much determined. much determined structure. يعني ايه determined structure؟ بص يا جماعة الـ structures عامة يا إما تكون حاجة اسمها stable structure يا إما unstable structure. يعني الـ structures عامة يا إما تكون stable منشآت متزنة أو unstable غير متزنة، صح؟ ان شاء الله لما تاكل استابيليتي هتعرفوا ده، بس انا بقولها عشان وظيفه الانترميديت هينج في المنشآت. الستيبل ستراكشر حاجه تكون اسمها ديترمينيت ستراكشر او انديترمينيت ستراكشر. منشا محدد استاتيكيا ومنشا غير محدد استاتيكيا. يعني ايه منشا ديترمينيت ستراكشر او محدد استاتيكيا؟ يعني ايه؟ يعني الكاميرا دي ليها كام رياكشن يا جماعه؟ دي ليها ثلاثه، صح؟ طيب وانت عندك كام ايكويشن بتحل بيها في الاستاتيك ديجرام ايكويشن؟ ثلاثة. يعني عدد المجاهيل اللي انت عاوز تحسبها او عدد ردود الافعال اللي هي الرياكشنز بيساوي عدد المعادلات، صح؟ ده بنسميه ايه؟ منشا محدد استاتيكيا، يعني منشا اقدر احل بالمعادلات الاتزان البسيطه اللي احنا عارفينها، اللي هي سبشن اف اكس بتساوي زيرو، سبشن اف واي بتساوي زيرو، سبشن العزوم حوالين اي نقطه بتساوي ايه؟ زيرو. عشان كده بنقول عليه محدد، عن طريق ثلاث معادلات بسيطه اقدر احل عندي ثلاثة ايكويشنز وعندي ثلاثة انونز، وبالتالي اقدر احل، فبنسميه ايه؟ ديترمينيت ستراكشر، بنسميه ايه؟ منشأ محدد استاتيكيا. طب في حاجة تصنيف تاني أو كاتيجوري تاني بنسميه ايه؟ انديترمينيت ستراكشر، بنسميه ايه؟ انديترمينيت ستراكشر. قال لك في الحالة دي النمبر اوف انونز أو الرياكشنز المجهيل أو عدد ردود الأفعال أكبر من عدد الايكويشنز، يعني ايه؟ يعني البروبلم دي كده أو القمر دي لها كام رياكشن؟ ثلاثة، الفيكس عندها ثلاثة، صح؟ الرولر عندها واحد. يعني أصبح عندي عدد المجهيل كام؟ أربعة. وعندي كام معادلة بحل بيهم؟ اللي هم ستاتيك كويبر ايكويشن. ففي الحالة ديت المنشأ هو ستيبل برضه، هو
تبقى ستيبل، بس ايه؟ انديفينيت ستراكشر غير محدد استاتيكيا. ليه؟ لان انا ما اقدرش احله مع عدد الاتزان البسيطه اللي انا عارفها، اللي هي سوليوشن اوف اكس سوليوشن اوف واي سوليوشن اوف زد، ما اقدرش احله. لازم ستراكشر يوفر لي معادله كمان، ايه هو الاستراكشر ده بقى؟ الانترميديت هنج. فانا عن طريق الانترميديت هنج ممكن احول انديفينيت ستراكشر لايه؟ لان في الحاله دي اصبح عندي اربع معادلات واربع مدلين، فاصبح ايه؟ ديترمينيت ستراكشر. فبيقول لك انك لما تعمل انترميديت هنج او انترميديت رولر في المنشا، ده بيخلي المنشا ايه؟ ديترمينيت. مش انا حولت المنشا من غير محدد لمحدد عن طريق انترميديت هنج، صح ولا لا؟ فهمت بقى يعني ايه ديترمينيت ستراكشر وايه ديترمينيت ستراكشر؟ تمام؟ فهمتوا؟ عشان بس تعرفوا وظيفه الانترميديت هنج في المنشآت. ويا جماعه الانترميديت ستراكشر ده مور ستيبل ستراكشر، عارفين ليه؟ لان لو حصل اي مشكله في الفيكس سبورت دي، يعني نفترض مثلا انها شرحت وسمحت بالعزول، هتتحول لايه؟ تتحول لهنج، صح؟ مش لو الفيكس دي بقت تسمح بالعزول وتحولت لهنج، مش المنشا في الحاله دي برضه لسه الانترميديت ستراكشر ستيبل يعني هنج رولر؟ طب لو المنشا في الحاله دي مثلا الهنج دي سمحت بالحركه الافقيه، تتحول ايه؟ فاصبح المنشا ايه؟ انستيبل. فبيقول لك المنشات الانديفينيت ستراكشر مور ستيبل عن ايه؟ على الديفينيت ستراكشر. تمام؟ تمام؟ وزي ما قلنا انك تعمل انتروداكشن انترميديت هنج في المنشات بيخليها ايه؟ ديفينيت ستراكشر، ماتش ديفينيت ستراكشر. تمام؟ فهمت يعني ايه ديفينيت ستراكشر وانديفينيت ستراكشر؟ منشا محدد استاتيكيا يعني اقدر احل معادلات الاتزان البسيطه اللي انا عارفها، ومنشا غير محدد استاتيكيا ما اقدرش احل المعادلات البسيطه اللي انا عارفها. تمام؟ تمام لحد دلوقتي؟ طيب. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طيب. تعريف بقى الانترميديت هنج او الانترميديت رولر هيودينا للعنصر العناصر الانشائيه موجود في الانشاءات اسمه لينك ممبر، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لينك ممبر. هي برضه قبل ما نحل علينا اعرفها ونفهم يعني ايه كلمه لينك ممبر. تعالى نقول التعريف كده وبعدين نركز في التعريف الاول. تيس استريت ممبر. تيس استريت ممبر. كونسترينت ات اتس اندس او باوندريز باي بند كونكشن اور هنج كونكشن. هنج يعني بند. بند وهنج يعني مفصله. عشان حد بس يشوف التعبير ده. بن يعني هنج. يبقى تيس استريت ممبر كونسترينت مقيد ات اتس اندس عند الهيات او الباوندرز بتاعته بايه؟ باي بند كونكشن او هنج كونكشن وزاوت ترانسفيرس لود وزاوت ترانسفيرس لود وزاوت ترانسفيرس لود من غير احمال راسيه عليه. تاني تز استريت ممبر كونسترينت ات اتس باوندرز او اندس باي هنج كونكشن. هنا هنج وهنا هنج. وزاوية ترانسفيرس رود بدون احمال راسيه عليه. تمام؟ فهمت يعني ايه؟ تعالى نفهم بقى. يعني هو عباره عن ستريت ممبر. ستريت ممبر لازم يكون ستريت. الباوندريز بتاعته او النهايات بتاعته تكون سترينج مقيده بايه؟ بهنجز او بند. بهنجز او بند، تمام لحد دلوقتي؟ وكمان مفيش احمال راسيه عليه كده او احمال عرضيه عليه. لان لو في الحاله دي بقى في احمال بقت كاميرا عليه. بقت كاميرا عليه، مفيش احمال ترانسفيرس عليه، تمام؟ وبالتالي ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان العناصر اللي جايه دي مش لينك ممبر، ليه بقى؟ لان في الحاله دي مش ستريت، صح؟ مكسر اهو. في الحاله دي في حمل عرضي عليه اهو، سواء كونسنتريتد او ايه؟ او ديستريبيوتد، تمام؟ طيب ده بيودينا لحاجه ان بيقول لك ان اللينك ممبر ده طالما ما عندوش احمال عرضيه يعني مش هيحصل له بندنج هيخليه يشيل ايه؟ اكسيال فورس بس. قوه في اتجاهه بس. يعني ده لينك ممبر ستريت اهو، هنا في هنج وهنا في هنج، مفيش اي احمال كده. ولكن لما يجي له قوه هيشيل حمل ايه؟ في اتجاه الطول بتاعه. بنسميها اكسيال فورس، قوه محوريه. صح؟ بنسميها اكسيال ايه؟ فورس، قوه محوريه. هيخليه سستين اكسيال فورس اونلي او نورمال فورس اونلي، بنسميها اكسيال فورس او نورمال فورس. قوة محورية. صح؟ طالما ما عندوش احمال عرضية هو لينك ممبر، يبقى اي لينك ممبر بيتحمل قوة محورية. اكسيال فورس او نورمال فورس، تمام؟ تمام. قال لك القوة دي ممكن تكون شد او ضغط.
ممكن تكون شد او ضغط. لو شد بنقول عليه اللينك ميمبر في حاجه اسمه تاي شدات. لو ضغط بنقول عليه سترات. بنقول عليه اسمه ايه؟ سترات. يعني اللينك ميمبر ده هو عباره عن سترات ميمبر، الانز بتاعته هنج وهنج، معلوش اي احمال عرضيه، وبالتالي بيتحمل قوه محوريه فقط بنسميها اكسيال فورس او نورمال فورس. القوه دي ممكن تكون تنشن فبنسميه تاي، والقوه دي ممكن تكون كومبريشن فبنسميه ايه؟ سترات. بنسميه ايه؟ سترات. ففي الحاله دي لو لقيتوا القوه اللي في اللينك ميمبر دي موجبه يعني تنشن بنسميه ايه؟ تاي. ولو لقيت القوه سالبه يعني كومبريشن فورس بنسميه ايه؟ سترات. القوه دي بنسميها ايه؟ اكسيال فورس، قوه محوريه او نورمال فورس. اكسيال فورس او نورمال فورس، تمام؟ تمام. في حاله التنشن فورسز بنخلي الاسهم خارجه من الجوينتس، عشان ما حدش يقول لي يا باشمهندس ده الاسهم كده بتضغط المنبر، ده ضغط، لا ده شد. عارفين يعني ايه؟ تخيلوا كده ده دراع اللي هو لينك منبر، وانا بشد، صح؟ ادي هنج وادي هنج، وانا بشد. انا هنا حاسس بشد، وهنا حاسس بشد. شد كده يعني ايه؟ يعني السهم خارج من الجوينت، صح ولا لا؟ يعني دراعي اهو وانا بشد. دي هنج وانا بشد. السهم هو خارج من الجوينت. فطالما خارج من الجوينت يبقى ايه؟ تنشن، عشان ما حدش يبص للسهمين مع بعض ويقول لي ده مش مهندس بيضغطوا العنصر. لا، هو خارج من الجوينت يعني بيشد الجوينت. تمام؟ طيب لو داخل الجوينت يعني بيضغط الجوينت اسمه ايه؟ سترات. بيتحمل كومبريشن فورس اونلي. بيتحمل ايه؟ كومبريشن فورس اونلي. فهمتوا يعني ايه منبر؟ تاني تبقى ستريت منبر، عنصر ستريت مستطيل كده، الاندز بتاعته او الباوندرز بتاعته بنسميها الباوندرز، النهايات بتاعته هي عباره عن هنج كونكشن، هنج كونكشن او بند كونكشن، هنج يعني بند، ومعلوش اي احمال ايه؟ عرضيه. واللينك منبر ده سستين اكسيال فورس او نورمال فورس اونلي، بيتحمل قوه داخليه او قوه محوريه فقط. القوه دي ممكن تكون شد فبنقول عليه تاي، اتجاه الاسهم بيبقى خارج من الجوينتس، او ضغط بنقول عليه سترات، اتجاه الاسهم بيبقى بيضغط الجوينتس، بيضغط ايه؟ الجوينتس. اللينك ممبر ده نوع من الفريم اليمنتس اللي احنا قلناها في الاول خالص، نوع من انواع العناصر المنشئيه موجود في المنشئات، ليه وظيفه معينه انه يتحمل شد او ضغط. بتسميه تاي او سترات، تمام؟ تاي او سترات او كيبلز. عارفين كلكم الكباري المعلقه زي اللي هو بتاع عروض الفرج لسه معمول ده طاي، ليه؟ لانه شايل الكوبري ففي شد بنسميه طاي. ممكن تشوف اي منشا اخر يبقى اسمه ايه؟ سترات. تمام؟ تمام يا باشمهندسين؟ فهمتوا يعني ايه لينك ممبر؟ لينك ممبر عنصر مستقيم ما بين اثنين هنجز، ما بين اثنين ايه؟ هنجز. لو لقيت اي احمال عرضيه ما بقاش اسمه ايه؟ لينك ممبر، بقى فريم هيلمنت عادي، بقى قمر عاديه. تمام؟ والتعريف ولا ودينا لتفسير العنصر نفسه. في حد عنده مشكله؟ في حد عنده سؤال؟ طيب. في نقطة مهمة جدا، مش عارف الدكتور قالكم عليها ولا لا. قال لك احنا خلي بالكم من الكلام ده، الكلمة دي أوي. ابروكسيميتلي تقريبيا ممكن نعوض اللينك ممبر ده رولر سبورت. تقريبيا هقول لكم يعني ليه تقريبيا دلوقتي؟ ممكن نعوض اللينك ممبر ده برولر سبورت. ليه؟ شايفين الفريم ده عباره عن هنج، هنج وفي ايه؟ انترميديت هنج هنا، صح؟ ده عنصر ستريت ولا ستريت؟ ستريت. هنا الاند بتاعته هنج وهنج ولا لا؟ مش لازم تكون هنج كده بس، هو دي هنج ودي هنج، صح؟ مش اللي تحت دي هنج واللي فوق دي هنج واصبح لينك ممبر ولا لا؟ هل في اي احمال عرضيه؟ حد نفسه بتاع حمل عرضي. اي في اي احمال عرضيه؟ لا، يبقى اصبح ايه؟ لينك ممبر. اللينك ممبر ده ايه؟ بيسستين اكسيال فورس بس، بيتحمل قوه محوريه بس. في الحاله دي هيبقى ضغط، ليه؟ لان الاحمال بتضغط على المنشا كده، فاكيد رد فعل اللينك ايه؟ لفوق. الحاله دي ضغط، صح؟ قال لك انا ممكن استعرض عنه رولر سبورت الرياكشن بتاعها في نفس اتجاه القوه فين؟ في اللينك، صح ولا لا؟ يعني انا ممكن اشوف ده كده واحط رولر. والاف اللي في اللينك ممبر، الفورس اللي في اللينك ممبر هي الرياكشن بتاع الرولر سبورت. تمام؟ ليه بنقول ابروكسيميتلي يا جماعه؟ ليه بنقول تقريبيا؟ فهموا النقطه دي كويس جدا. ليه يا جماعه؟ خلينا نقول الفرق. الرولر سبورت دي عباره عن استراكشر ما بيسمحش باي حركه في اتجاه الراس ده. يعني لو في رولر في الاتجاه ده كده
انا لو ضغطت عليها كحمال يبقى ليها رد فعل راسي صح، بس مولر صح، بس ما بتسمحش باي حركه راسيه كده. اما اللينك ممبر ده عنصر ليه جسائر او ليه قطار، انا لما اضغط عليه بفورس هو بيرد عليا بنفس الفورس، ولكن برضه هيحصل له انضغاط شويه، هيحصل له انضغاط شويه، يعني هيحصل له انفورميشن. يعني تخيلوا ان العنصر ده كده انا بضغط عليه بايه؟ باحمال، هيرد عليا برد فعل تمام مفيش مشكله، بس اكيد هيحصل فيه حاجه اسمها ايه؟ دلتا. ليه؟ انا بضغط عليه باحمال وده عنصر بدون معين وانا بضغط عليه، مش هيحصل له انضغاط كده شويه؟ هيحصل له انفورميشن بنسميه دلتا. اما الرو سبورت في الحقيقه ده سبورت، يعني زي ده كده انا بضغط عليه هيرد عليا رد فعل، بس عمره ما يتحرك حركه ايه؟ راسيه صح؟ فده الفرق بين الرولر واللينك ممبر. هو الحاجه المشتركه ما بينهم ان ده ليه اكشن في نفس الاتجاه بنسميه اكسل فورس، وده ليه اكشن في نفس الاتجاه بنسميه الاكشن بتاع الرولر سبورت، ليه المشترك. ولكن في الحقيقه ده بيحصل له انضغاط نتيجه الحمل، وده ما بيحصلوش اي حركه راسيه لان ده سبورت صح ولا لا؟ وبالتالي تمثيلنا ده تقريبي، تمثيلنا ده ايه؟ تقريبي. فين بقى؟ في الاستراكشر اناليسيس ميثودز which doesn't consider deformations. اما بنحل بطرق تحليل انشائي ما بتاخدش معاها في الاعتبار ايه؟ الديفورميشنز اللي بتحدث في العناصر. زي الطرق اللي احنا بنحل بيها دلوقتي، يعني الستاتيك كوليبرام كونديشنز. ان شاء الله بناخد الطرق الثانيه زي البيشر روك ميثود او الستيفنس ميثود. الكلام ده كله لا، بتاخد في اعتبارها ايه؟ الديفورميشنز. فساعتها اقول لك لا، اللينك مش رولر. اللينك ليه دلتا، اما الرولر ملوش ايه؟ دلتا. فهمت ليه بقول تقريبيا؟ فهمت ليه بقول تقريبيا؟ ممكن نستعوض عنه رولر سبورت. تمام؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم النقطة دي؟ حد مش فاهم النقطة دي؟ يبقى احنا ممكن تقريبيا نستعوض عن اللينك ممبر ورولر ايه؟ سبورت في نفس الكلام. ايوه يا باشمهندسين، فهمتوا يعني ايه لينك ممبر؟ امتى يكون طاي وامتى يكون ستراكت؟ شفت بقى اتجاه الاسهم بتاعته عامله ازاي؟ في مشكله؟ نعم؟ هو لينك ممبر في الاول وفي الاخر لينك ممبر، اما بتشيل قوه محوريه شد يبقى اتجاه الفورس ممبر كده، والاسهم خارجه من لينك بنسميه طاي. ولما يكون اتجاه الاسهم بيضغط الجوينتس والقوه اللي في ضغطه بنسميه ستراكت. بنسميه ايه؟ ستراكت. ده مصطلح انشائي. زي ما بنقول على ده بيم، بنقول على ده كولوم، بنقول عليه ارش، بنقول عليه كيبل، ده مصطلح انشائي عشان ما تسمعوا كلمه طاي، تسمعوا كلمه ستراكت وفاهمين. حد عنده مشكله في معنى كلمه انترنال بينجز او انترنال رولر وايه هي في الواقع؟ وايه هي الفورس اللي بتنقلها؟ ويعني ايه كلمه لينك ممبر؟ هل ده لينك ممبر يا جماعه؟ ليه؟ عشان عليك ترانسفيرس رود عليها احمال عربيه. ده لينك ممبر؟ لا، عشان ليها احمال عربيه. ده لينك ممبر؟ لا، عشان ده ستريت. عشان ده مش ستريت، تمام؟ واللينك ممبر بيتحمل اكسيال فورس ايه؟ فقط. قد تكون شد فبنسميه طاي، قد تكون ضغط فبنسميه ستراكت. كمان تقريبيا ممكن نستعرض على اللينك ممبر رولر سبورت الرياكشن بتاعها هو نفس القوه اللي في ايه؟ اللي في اللينك ممبر وفي نفس الاتجاه. حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ تعالوا نطبق بقى على الكلام اللي احنا قلناه ده كله ونشوف اللي احنا قلناه ده كله.